إن العلماء اعتبروا الهم، الهم أن الإنسان يهم بالمعصية في مكة فإنها تكتب عليه معصية ولو لم يفعلها. خطورة الإلحاد في الحرم، وأعظم الإلحاد الكفر بالله والإشراك بالله جل جلاله، ثم المعاصي والذنوب، فإنها تغلظ في هذا البلد باتفاق العلماء. فالمعصية في مكة ليس كغيرها، بل كما قلت بالأمس إن العلماء اعتبروا الهم، الهم أن الإنسان يهم بالمعصية في مكة فإنها تكتب عليه معصية ولو لم يفعلها. لنستوعب هذا الأمر، لو أن إنساناً فكر وفي نيته مثلاً أن يأخذ مالاً حراماً، لو كان هذا الإنسان في أي بلد من بلاد الدنيا ثم لم يتيسر له هذا الأمر، ما هو حكم ذلك الهم حيث أنه لم يفعل؟ حكمه أن الله سيكتبه له حسنة حيث أنه لم يفعل. طيب، نفس الهم من إنسان في نفس البلد هم أن يفعله في مكة، وأنه لو ذهب إلى مكة سيفعل ذلك، سيأخذ من إنسان أو من مكان مالا بغير حق، نفس الهم الذي فعله الرجل الأول، ما هو حكم همه؟ الحكم سيكتب له سيئة، وهذا فارق كبير. لماذا؟ لتعظيم الحرم، وإن كان ذاك الهم في الحرم فكذلك، لأن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.